افضلوا وارفعوا مراحلكم. يا ابني الحلاوه يا ماما، يا ابني الذين يا ابا، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شكرا شكرا. شايفه يا ولاد؟ ها؟ زي ما فيش يعني. مش حالمكم الحاجه اهو. حقيقي حلو قوي. ودواير وخشب. معقول يعني كنت هتقعد هنا لوحدك بشبشبك ابو صباح يا ابن المحظوظ؟ انت مين؟ انا ايه؟ هاني. هاني عريس. بتقول ايه انت؟ العريس. العريس. انت اللي مين؟ اماني العروسه. فعلا العروسه. لا يبقى مبارك بقى، نبارك ونزغرط ونرقص ونهلل. أول مرة الحقيقة أشوف عريس مش عارف شكل عروسته. أنت مش أماني ولا أنت هاني؟ فعلا أنا مش هاني ولا أنت أماني؟ أمال يبقى إحنا مين بقى؟ إحنا مين يا جماعة؟ جايز هاني وأماني جوه. على السلامة. حمادة نجم مدير العلاقات العامة بالأوتيل والمسؤول عنكم طوال فترة إقامتكم. أحب أقدم لكم أحلى كومبليمو لأحلى عريس وأحلى عروسة. سوري. هاف أ نايس تايم. ميرسي. أستأذنك أنا عشان متأخرش على شغلي. انت يا ست الكل، انت ممكن افهم بالظبط انت مين؟ انا ليلى البعطوطي، صاحبه سايت الست لما دوت كوم، ومسؤوله عن الفيلا دي وبرنامج رحله العرسان كله. اوكي، صاحبه موقع الست لما بقت بعطوطي. طب خدي دي عندك بقى. انا بقى نور قباني اللي بيشتغل في اداره الاوتيل في القاهره، الاوتيل اللي مدي الرحله دي كلها بالفيلا دي كلها للسايت بتاع حضرتك. ها؟ السايت اللي ما بلغناش ان الجوازه اتلغت. ردي. انت عرفت منين ان الجوازه اتلغت؟ من العريس نفسه، لانه يبقى صاحبي وزميلي في الشغل. وانت بقى الاداره بتاعتك عارفه انك جاي هنا بدل هاني زميلك في الشغل؟ سؤال حلو. لا ما يعرفوش. بس عارفه ليه؟ عشان انا جاي هنا في مهمه رسميه، جاي شغل، جاي اشرف. ودول؟ دول انا معرفهمش. ايه؟ نعم؟ افتكرتهم، دول اهلي. انت يا واد جايبنا هنا سفلاه؟ ايه ده؟ يعني انت ساكته كل ده ويوم ما تتكلمي تقولي كده؟ ازاي كده؟ ايه؟ انا كده فهمت. انت منتحل شخصيه هاني وجاي هنا عشان تفسح اهلك. ده انا هوديك في داهيه. وبيتعالي خديني الساعه 7. ممكن تقولي انت عامله اماني ليه؟ ده انا اللي هوديكي في داهيه.
معلش انا اسف للازعاج جدا. اتفضلي. ده برنامج الرحله. ده ليست باماكن التصوير اللي هتصوروا فيها عشان تنزل على السايت بتاع الست لمه 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 الست لمه يا عيني لمه يا روحي لمه. خلاص حضرتك ماشي. معلش طلب اخير. عاوز حضرتك انت والعريس تصوروا قدام القلب الرقيق دوت. ده اول الصور يعني. امال فين العريس؟ ثواني هندور حضرتك. انا ما بحبش حد يمسكني من تلابيبي. تلابيبك؟ طبعا انت بعطوطي. انا دلوقتي عرفت انت جايه هنا وعامله فيها العروسه علشان تنزلي صور على السايت بتاعك. ده انا هديكي في داهيه. مش هتقدر لان انا كبيره هيلغوا معايا التعاقد، لكن انت اللي هتطرد من الفيلا دي انت والقرطه اللي معاك وهتترفد. يعني انت جايه عشان كده؟ ماشي. انا ما بخافش وما بتهددش وهوريكي. ماشي. اسكت بقى دلوقتي، اسكت بقى عشان هو عارف ان انت هنا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ يا عرفان اتفضل اتصرف. هتصرف اتفهم ان انا بخاف؟ على فكره ما بخافش ما بخافش. هتشوف الحصه دي دلوقتي. سوري يا مستر حمامه انا اسف. حمامه؟ لا لا انا اسمي حماده. ده منظري بحمامه برضو. انا بعتذر. ولا يهمك. الصوره القلب؟ الصوره حالا. العروسه بتجهز. اتفضل هستعجلها. يلا بقى أماني. أماني. يلا يا أماني. مش متجوزين جديد بقى بنحفظ أسامي بعض. ثواني بس اتفضلي اتفضلي. يا أمان. حياة أبوكي. ميت. طب حياة أمي. ميت. إلهي ربي يجمعك معاهم في الجنة يعني عشان خاطر. هلا حياتي. ما شاء الله شفت مدير مهم يعني. الحمد لله. يلا بقى يا أماني يلا. أهي أهلا بيك. عروسة. أستأذنكم تصوروا قدام القلب الصغير دوت بحيث إن القلب الكبير اللي حضراتكم هتعملوه يحتوي القلب الصغير يبقى جواه يعني. خلاص؟ بالظبط هنعمل كده. النص من هنا والنص من هنا فسبحان الله تلاقي الشكل طالع قلبه بالظبط. ما تتكرموش قوي كده يعني مش أحسن عندكم جامعة تصوروا. على القلب الصغير ده. يلا. يعني كده؟ احنا القلب الكبير. انتوا القلب الكبير هيحتوي القلب الصغير. مش اوكي كده. اوكي كده ايوه سنتين بس تعملي. اوكي يا ريت نضم سنه كده كان قلبي هيقف. استغفر الله العظيم يا رب. انا بجد مش قادر. حسب الله عليك. خير خير حصل خير. خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه في الورطه دي دلوقتي؟ ولا ورطه ولا حاجه. انت تصوري عروسه وانت تصور عريس وخلاص. اهي العيله قالت قلب. انا لا ممكن اعمل كده. ده تزوير. لا والله انت فعلا عندك اخلاق واللي انت عملته ده مش تزوير. طيب هنصور ازاي يعني؟ ما هو كده احنا وشوشنا حبان وهنتعرف. فوتوشوب. هي الكبيره قالتها لك. والله العظيم ما حد مودينا في داهيه غير الكبيره الحلوه دي. ها مؤاخذه يا تيتا. الصور دي جايه لي على الويب سايت بتاعي فهتبقى معايا يعني. طيب طيب كده يبقى كويس يعني. ما فيش اي مشكله في شغلكوا صح؟ حضرتك انا ما عنديش مشكله ولا هتضر في حاجه. ده اللي هيروح في ده. يا ساتر الف بعد الشر عليك يا حبيبي. دي ماما. شفتي دخلت براسها ازاي؟ طب عرفني كده ببقيه العيله. خالتي امي جدتي اختي. والسكر شغل. طب هو احنا هننام هنا كلنا ازاي؟ سهل. هي الفيلا دي كلها اصلا اربع اوض فممكن بيرلا في اوضه وانا طبعا في الاوضه اللي جنبها وانت في اوضه وجوجو وتيتا وماما وناهد في اوضه. ايه يا حلاوه كل واحد فيكم ينام في سرير سنجل واحنا الاربعه نتكعبل على بعض في سرير واحد. طب خلاص بيرلا في اوضه وانت في اوضه جوجو وتيتا في اوضه وماما وناهد في اوضه. اهو ايه ده وانا فين؟ انام فين انا؟ انت قرفنا بنومتك ليه؟ ما تنام في اي حته. نام هنا على الكنبه. ما تنام انت على الكنبه وتديني اوضتك. انام ازاي على الكنبه وانت راجل رايح جاي كده وانا بنت؟ خلاص يا جماعه انا هنام على الكنبه. ايديكي ميليسيمي. جراتسي انكيتو. انت قلت لها ايه؟ مفيش. بقول لها ان انا هنام على الكنبه وقالت لي الله يكون في عونك. ايه البيجامه دي؟ دي بيجامه اخوكي؟
ودي طرحة جدتك؟ لا دي حاجة تانية. انت مش شايفة الشرشي. طرحة ايه؟ بونجورنا بونجورنا سهرانة وهي نايمة. دي بالبيجامة. لا دي بالقشطة. تحاوليش تحاوليش. بقولك ايه يا أبا انت؟ عندي التلبيسة اللي احنا فيها دي على خير. وانا جيت جنبك. خد اشرب دول بقى يمكن تكبر. كبر كبر. اشربي لبن على الصبح. دي قطة. بيجامة كاستور بتاعت اخوكي دي. سلميلي على اخوكي. شوكولاته يا ابا ده انت ما بتحبش الشوكولاته. لا بس بحب السايحه ودي سايحه ودي سايحه. بس ايه يجي ايه الفطار ده جنب بيضه واحده بالبسطرمه من اللي انت بتعمليها ولا يا لهوي فاكره البطاطس اللي بالريحان تاليف جديد. الفطيره مشلتت حلوه قوي. اللي ماما بتعمله احلى. الله يخليك. شوفي فتح نفسي الواد. ايه ده تيو زغطة شوية ايه تدي عدد عنيوت. بص ايه غالي زغطة. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ما انا باكل. عرفك ايه وانا بتفتف؟ دي زغطة. مش راحت؟ لا ما راحتش اهي. خلاص بقى عيش بيها ما تقرفنيش. عيش بيها. انت غريبة قوي. مديش ايدك تاني لو سمحت. ماشي حقا. بعد اذنك يا ماما. اتفضل يا حبيبي. اذنك يا تيتا. السلام. الجاية من ايطاليا لمصر علشان تعالجوا من الزغوطة. الموضوع ده زاد عن حده قوي قوي. ولا يهمكم هنطفشها يعني هنطفشها. تطفشي مين يا ماما؟ دي لازقة. هي مين دي؟ حاضر حاضر. ايه في ايه؟ صباح الخير يا هاني. صباح الخير. حماده نجم مدير العلاقات العامه بالاوتيل. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. هما في العرسانه؟ اه موجودين. اتفضل. استاذنك هو حضرتك اخت العريس الصغننه؟ لا خالته بس الصغننه برضه. اه اصل انا الحقيقه مش شايف جوز خالته الصغننه. لا انا مش متجوزه فعلا. ماشي ثانيه واحده. ده الكارت بتاعي. استاذنك لو عوزتي اي حاجه في اي وقت اتصل بيه على طول. هنا جسم التايتل وهنا التليفونات. اتفضلي. كسفتها حماده. اوبس. صباح الخير يا هنا. صباح الخير. بونجور يا فندم. الحقيقه ما شاء الله انا اول مره اشوف عرسان بيروحوا شهر العسل ومعاهم كومبو العيله كلها العيله الكريمه يعني كده. احنا دايما كده عيله متلاصقه متلاحمه يعني مع بعض بما يعني نروح مع بعض نيجي مع بعض كده يعني. لا تمام. طيب معلش سامحني في السؤال بالنسبه للمنظير من العيله برضو؟ اه بس من فرع المنصوره يعني. قريبتنا من المنصوره صديقه صديقه بيرلا عبد الحميد. عبد الحميد؟ اه اوكي. استاذ هاني على فكره انت عندك زغطه فعلا؟ اه انا قلت انبهك. ربنا يخليك. ثانك يو ثانك يو. انا هوديها لك يا حبيبي. راحت. ميرسي قلبوبي. ميرسي العفو يا لزلوز. ميرسي. استاذن انا بقى البوم لازلوز. انا بس كنت جاي لحضراتكم النهارده عشان اقول لكم ان شاء الله في رحله هنطلع بمركب في البحر. هناخد صورتين صغيرين كده عشان السايد وبعد كده اليوم كله بتاعكم بقى تحت امركم والمركب والبحر كله تحت امركم. ميرسي يا فندم. معلش حاجه خير. انا اسف. الريسبشن عايز الاي دي بطاقه الرقم القومي مش انا تمام بس هم عندهم شويه تفاصيل. البطاقات لسه عند المأذون. خلاص. طب بالنسبه للقسيمه؟ لا قسيمه ايه؟ اذا كان البطاقه عند المأذون يبقى سامحني انا ازاي انت بقى حاجه ماشي. طيب السلام عليكم. باي باي. السلام. شكرين قوي حضرتك. ايه ده خلي بالك. خلي بالي من ايدي صغطه مش في ايدي. خلي بالك من السكر. ما عنديش سكر. يعني بلاش شغل مع السكر قدام الراجل هتفضحنا. حاضر حاضر ماشي. زيت هو وضع جديد بالنسبه لي. اتجوزت قبل كده؟ بص يا زياد انت فوت اول يمين وخش ثاني يمين عند مسحب مستقر المطار. بس اشيل شويه عشان الحق النهار عشان تتغرب. اهرب من الزحمه اللي جايه.
بجد سيس قوي اللي بيحصل ده، واخد بيتك يا هاني. الله، انت بتشتر نفسك ليه؟ عشان انا سيس. وانا سيسه، ده الدلع بتاعنا بالظبط. انا سيسها وتاج راسها. طب يلا بقى. يلا يلا. حلو قوي الصوره اللي فاتت دي. اوكي المره دي بقى هتفضلي تفرد ايدك، وانت هاني هتحط ايدك على مستعه. لا لازم يفرد ايده زي كده احسن. مدام اماني من فضلك، انا خبره، انا واخد دبلومه في الصوره دي بالذات. يلا 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 يلا. يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ يا روحي يا روحي. سوري حبيبي، ما خدتش بالي ان في حد واقف معانا. لا ولا يهمك يا اماني، بس مش عارف الالم بتاع امبارح كان دمه اخف. سوري. حبيبتي يا اماني، حبيبتي. طيب مدام اماني من فضلك، انا ما لحقتش اخد الالم، ينفع اعنف شويه عشان الحق اخد الصوره دي؟ تأمرني. تحفه. تمام يلا بينا نشوف مكان تاني عشان نصور فيه. قلمك رائع. شكرا. شايفه البنت ضربت قبة حبيبي بالقلم على وشه، جاتها ضربه في ايدها، بس يستاهل. البنت دي باين عليها دغري، ملهاش في المياع. يا سلام، يعني عشان حط ايده على وسطها تبقى مياعة؟ انت ما تعرفوش حاجه عن المياعة، ولا ما كانش زمانكم قاعدين جنبي بالشكل ده؟ جاتكم وكس. مياعة ولا مش مياعة، انا اخويا ما يتضربش. بقول لك ايه، تعالي اقعدي هنا، هتقعي في البحر. ما تخافيش، انا قررت اشتغل في البحر، هتطوع في جمعيه انقاذ الحوت الابيض المنقار. يا اختي انضمي زي ما انت عايزه تنضمي، اهم حاجه عند عايده انك ترجعي الساعه 9 بس، ده كل اللي يهمها. امال ترجعي لي في انصاص الليالي؟ ما تسيبوا البنت على حريتها. انتوا نسيتوا ان انا كنت سايبه لكم الحبل على الغارب؟ جاتكم خيبه. والله انت حبيبتي، والله انا طالعه لحد غيرك. نور اكيد ورا تورنيامو فرادوي اوري الترامونت. انا اسفه، ما تزعلش مني، غصب عني والله، بس انت بحترم نفسك بعد كده. والله ده انا اللي اسف على فكره، يعني انا ما اعرفش الموضوع هيضايق كده يعني، وبعدين هو اللي طلب مني يعني. لا انا يعني ارجوك انت، الموضوع ده خلص، خلاص ما حصلش، مفيش مشكله. انا لسه حتى كنت بفكر ممكن نصور صوره برضو كده على المرجيحه دي برضو، هيتبسطوا بيها. حلوه والله، ماشي نتصور. خايفه قوي؟ ما تخافيش خالص. خايفه من ايه؟ حلوه قوي، حلوه قوي. يلا نرجع بقى عشان خايفه قوي. خايفه من ايه بس؟ امسكي كويس. وانا ماسكه. ايه ده؟ ايه؟ في حوت تحتنا. فين فين فين؟ اهو. فين؟ اهو اهو، معدي من تحت اهو. اهو. ايه ده؟ شو ده؟ بصي تحت، بصي. اوه يا لهوي. يا نهار اسود، دي البنت وقعت. وقعت على الحوت. ادي ايدك يا حبيبتي احسن تتبلل. وقعت في البحر فعلا، لو شكلها بتغرق. استاذ هاني لو سمحت انزل هات المدام. يا جماعه مش بتغرق. الله، طب نسالها. يا اماني، اماني انت بتغرقي؟ يا اماني ما بتردش، يبقى مستمتعه اكيد. ضد البنت اللي اسمها بريلا دي، الواد ده ويتجوزها ويسافر. عاوزينك تبقي الخمسة بتاعتنا. يعني اعمل ايه؟ من الاخر كده احنا عايزين نطفشها. طب وانا مالي؟ ما هو انت لابغي دراعه، ودي فرصه لازم نستغلها، لازم نكرهه فيها. وبعدين احنا برضو زي عيلتك، اقفي جنبنا واحنا مش هنسيبك. ليلى، هما مش بيكرهوها، هما بس عايزين ابنهم جنبهم. ولا ماتت من التدافع ولا في ايه؟ اغمى عليها فجأة. طب استنى، ليلى 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 كانت كويسة يا جماعة، في ايه؟ ليلى انت بتضربني؟ انا لا، دي نايمة.
يا ترى المدام والاولاد مقيمين معاك هنا؟ لا الحقيقه المدام والاولاد مش مقيمين معايا هنا، لان مفيش مدام واولاد اصلا. انا بدور على بنت الحلال وشكلي كده قربت. نهيد هاني بتشتغل يا ترى؟ اه مهندسه كمبيوتر. هاي انا بحترم جدا المراه المتعلمه، مع اني من انصار ان الست بعد الزواج تبقى في البيت افضل. غريبه، مع اني اللي يشوف حضرتك يقول ان رايك غير كده خالص. والله يا هاني مش رجعيه مني ولا حاجه، بس انا مثلا بحب ان زوجتي تبقى برنسيس. في برنسيس بتشتغل؟ عايده يلا ماما نامت. حبيبي عمود الله، مدام اماني ازاي؟ ازاي حضرتك؟ انا افتكرت حضرتك ضربه شعرك اصفر، اصل الحقيقه الواقفه رومانسيه قوي هناك. بصي معلش جات لي مكالمه. اتفضل اتفضل. تعالى هنا. تعالى. ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ ازاي تقف معاه كده؟ مش قلت لك بلاش زفت شغله قدام الناس؟ الاوتيل كله عارف ان انا مراتك وان احنا في شهر العسل، سمعت الراجل قال ايه؟ ايوه انا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. لازم نحافظ على منظرها قدام الناس. دي خانقه، ازاي انا اعمل كده؟ يعني خلاص خلاص يلا خلينا نتفتح. يا حبيبي يعني هروح فين؟ تملي معايا. يلا محمد رسول الله. اتفضل اتفضل. مستر حماده حضرتك كان قصدك على دي؟ ادي الخدامه بتاعتي. اه وانا بعشق الخدمات. بيهزر. طيب يرضيكم دي تروح كده من غير ما تشتغل؟ نعمل ايه يعني؟ حاضر نصور. نصور ولا ايه؟ ماشي يا نجم. يلا نصور. انت حاضر. انت رايح فين؟ انا قلت ابعد قوي عشان ناخد البحر كله. لا خليك مكانك، احنا ممكن نطلع لك بمشاعرنا قدام. طب يا ريت دلوقتي حضرتك هتحط ايدك على وسطها. لا تعال حطها انت. ايه ده؟ كاخوات يعني حضرتك الصوره دي احنا اتصورناها قبل كده. صح. طب انا عندي اقتراح لطيف جدا. شيلها. ايه؟ ايه؟ ايه الافتراء ده؟ شيل ايه؟ لا طبعا لا شيل ايه؟ لا من اي شيل ايه؟ تصدق بقى انك هتشيلني؟ لازم الصورة دي؟ لا لازم عشان صيد. يلا عشان ما يشوفش فيني. تعملي هنا؟ شمال ما اعرفش شيل من الشمال اليمين. بس ارجوك بقى اشيل صور في ثانية. انا ريدي. عشان المسؤولية وظهر. انا مقدر. هتضربي؟ لا يلا. جاهز؟ جاهز. ايه ده؟ ما تستعبطش. جاهز ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشي. اه تقيلة قوي. معلش مستر هاني، السن شمال كمان سنة يمين. ارجوك وانت يعني بتركنها ايه يعني؟ يلا حاضر. طب يلا لو سمحت. ده مش معقول، مش معقول. انت واكلة ايه؟ واكلة فطير. فطير؟ عسل وطحينة. ما الطحينة هي اللي متقلاك. بقول لك ايه بقى؟ نعم نعم. شيلني عدل بدل ما يبقى منظرك خرع قدام السكر بتاعك. منظري ايه؟ خرع. تمام شوف الخدامه بقى. شكرا. بليز كلين ذس. أخيراً الكنبة، أخيراً الكنبة. إيه ده يا بنت انتي؟ تنام بظهرك؟ أنا بحب أتغطى بشعري. عايز حاجة؟ لا مش عايز حاجة، خش جوه. ألو هاوس كيبنج؟ لو سمحت في كنبة هنا عايز أبلغ عنها. أسكولت أسكولتك؟ سنتينور، دوي فاتشلتاتور، كوي أو كوي؟ كوي، كوي مور. بفكر أعمل جيفارو أو يينا ويانج. مين دول؟ أخين دول؟ أنا عرفت هعمل إيه؟ هعمل تنين على دراعي. تنين؟ وعلى دراعك؟ ليه وأنت مصارع؟ على فكرة بابا الله يرحمه علمني ألعب مصارع. طب وماما إيه؟ سابته كده يعلمك وتطلعي أنثى ذكر كده؟ ماما الله يرحمها حبيبتي علمتني اي حد يضايقني اظبطه. عجباني البنت دي. طب بقول لك ايه يا بنت جوجو، هو انت لو
في الموقف ده يعني لو كنت مكانها تفتكري هي ايه اللي ضايقها جدا؟ ما تقوم تصالحها. صالح مين؟ انت بت دماغك فعلا كبيره بس مش عارفه تضغطي ليه كده. احنا هو اتمشى شويه يا فاتنه الشزلون. ماشى بالراحه. هو اللي انا شايفه ده بجد؟ هو ايه ده؟ بوز بوز مصري اصيل. انا مش مبوز. عندك حق تاخدش بالك بس دي حاجه بتبقى في الجينات عندكم. الواحد منكم تضرب البوز من دول ويقعد الواحد 3 شهور عشان يعرف سببه، ما يعرف سببه يقعد 3 شهور كمان عشان يصالحها، وفي الاخر يقعد عمره كله يتذل على سبب البوز. طب نضيع البوز ده ازاي؟ ما بيضيعش. ليه؟ لازق؟ رسمة التوب. ماشي اثبت التوب. سيب فرقعي لو سمحت. لا بجد ايه ده؟ هو انت جاي هنا في كرتونه؟ هو انت ثلاجه؟ بس فانا قررت ان انا مش هعيش في القاهره وهعمل يوجا ومديتيشن واكون مع بيرلا في السنتر بتاعها، وانا بجد حاسه نفسي جدا في الموضوع ده، بس امك اكيد هتعمل فيلم. يا بنتي خليكي متفائله. امك مستحيل توافق اصلا. بس انت فكرتي كويس في الموضوع ده؟ ده قرار مش سهل، لازم تفكري فيه كويس وتاخدي وقتك. ها فكرتي؟ متاكده من قراري؟ تمام بس خدت وقت طويل. اوكي سيبها لي انا هقنعها. بجد؟ احلف بالله. حبيبي يا قطه. حبيبي روحي. انتوا ليه بتقولوا له قبه؟ اتفضل. حكايه قديمه. طب ما تحكيها لي وانت على الارض كده. وانا صغير كنت على طول بكعبل في رجلي، ممكن ابقى قاعد واقوم واقع كده يعني. كنت كل ما اعكر اه بابا الحق اوبا اوبا طلع عليا اوبا. بس الحمد لله راحت دلوقتي لما كبرت. لا راحت فعلا. انا عمري في حياتي ما شفت حد بيتشقلط كل شويه كده. اتشقلط؟ انا ليه حاسس بكلم واحد صاحبي؟ طب ودي حاجة حلوة ولا وحشة ولا ايه؟ دي حاجة تقرف. يوم انا هاتيني مخدة وبطانية عشان انا هنام هنا. بطلي ضحك. بطلي ضحك. سوقعتك مختلفة كل واحدة غير التانية. ايوه ما انا متجدد. على مهلك. على مهلك يا ماما. واو كبال باستو. لا 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 انا بصراحه ما اقدرش ابدا اعيش في حته ما فيهاش تكييف، وانت عارف كده كويس يا نور. ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ دي حته مقطوعه. حته مقطوعه؟ وانا جايبكم تحت الدائري في ايه يا جماعه؟ انا غلطان. هو انتوا متضايقين كده ليه يا جماعه؟ ده مكان حلو قوي والله، زي ما تقولوا كده عوده للبدائيه. ده في ناس بتيجي من بلاد بعيده عشان تعمل كامبينج هنا. والله انت كفاءه. اي خدمه يا عسل. بقول لك يا نور من فضلك ماشيين، عايزه امشي. تمشي ايه يا جماعه؟ انا على بعد 80 كيلو. ممكن تسمعوا كلامي بس؟ ممكن نقعد بس شويه خدوا نفسكم؟ والله العظيم انا متاكد جدا ان المكان هيعجبكم. انا حاسس ان انا جايب شويه اطفال معايا. يلا يا بنات جوه على العشاء. تعالى يا ماما تعالى يا حبيبتي. ايه العشاء دي يا رب؟ ايه ده؟ خش ليه؟ ما تكلمش الناس كده يا رب. يعني خدهم بلطافه. خد ايه ماشي شايف انت اللي بجد ازاي؟ بجد ازاي؟ طب خش على العشاء انت كمان يلا. بيقولوا على الدواء ده كويس قوي. بصيت الدواء ده احسن حاجه. انا جبت الحاجه الحلوه. يوه يا ماما استنى موريها حاجه. شكرا يا حبيبتي بألف هنا وشفا. لا 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 استنوا قبل الشاي دوق الحاجه الحلوه الاول. دوقي. ايه يا رنا؟ خد يا قمر حاجه حلوه من اختراعي انا الشخصي مسميها صوابع عايده. كي بواني نورو كوميديا فاتي. بتسألك بتقولك مواصفات البتاع دي ايه؟ مواصفات ايه؟ مواصفات صوابع عين. اه قول لها حمرا. ماما ممكن تسمع. ديب ودب. اوكي بقول عايزين نعمل اي حاجه يعني نلعب نتنطط. لا احنا نلعب لعبه. كل حد هيكتب للتاني كلمه ويلزقها له على اوضته. هو الوحيد اللي مش هيبقى شايفها. هنقعد نوصف له فيها لحد ما يعرف هي ايه. كاننا بنلعب عروسه. طب انتوا كلكم كتبتوا لبعض ومحدش كتب. هات ورقه وقلم وكلنا هنكتب لك. يلا كلنا. ايه؟ اكتب لك حاجه حلوه قوي. بجد؟ ميرسي. اي خدمه. خدي. يلا بالنيه وعلى دماغه على طول. ما يشوفش حاجه. حاضر. ما يشوفش. اهو بالراحه يا بت. وريني.
انتي يلا انا هبدا. نبدا ب العايده. براوي. براوي ماشي. الهدهد. بيسيب جدره ويمد البر. بيسيب جدره ويمد البر. طيب الجوجو معناها فتي او فتاي؟ فتي او فتاي. ده انتي فتي او فتاي. طب السندس بيضرب به المثل في النداله. ايه ده؟ طب الليله معرفش هما بيقولوا حاجات صعبه وعميقه قوي انا مش عارفه اقول ايه. طب لف لفه كده وتعالى لي تاني. لف لفه ايه وانا حنطور؟ مين الواطي اللي على دماغي ده؟ بجد كاتبين ايه بجد؟ لا لا ليه؟ قرع. انا قرع؟ انت شايفيني قرع؟ ندل كمان. ندل مد لبره وسيب فتاة. ماشي ماشي. هي دي كده؟ انتوا شايفيني كده؟ ماشي. طيب كملوا انا هتمشى شويه. فظيع. حلو قوي. شفت لما قلت له براوي؟ على فكره هو شكله زعل. هو ممكن يبقى زعل عشان انا موجوده وعملت كده يعني؟ بس يعني قبل ما تدافع عنه شوف هو كتب على قورتك ايه. قال لي حاجه حلوه. عقربه؟ الله يلاقوما سمه. سوري يعني معلش. بقى انا عقربه؟ ماشي يا قرع. على فكره دول اهلك يعني بيهزروا معاك. ولا انت كرامتك نقحت عليك عشان انا قاعده؟ ولا نقحت ولا قدحت. خلاص ما انا طلعت قرع وخلاص. خلاص 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 ايه الاوفر ده؟ ما انا ما زعلتش اهو لما قلت عليا عقرب. ايوه عشان انا بقول الحقيقه. كاني ما سمعتش حاجه. بص اكيد في سبب عشان اهلك يشبهوك بالقرع. اه عشان انا كنت عايز اسافر عشان اشتغل مرشد سياحي في ايطاليا. ابقى انا كده قرع. طب ما سافرتش ليه؟ ما سافرتش عشان ما سيبهمش لوحدهم على فكره. بعد جدي ما مات لان جدي هو اللي كان شايلهم وانا شايلهم من ساعتها. طب انا هقول لك على حاجه بقى تبين لك قد ايه انا مراعي مشاعر الناس دي. قول. شايفه بيرلا دي؟ شايفاها طبعا. بيرلا دي تبقى بنت اخت مرات ابويا. وامي اصلا ما تعرفش حاجه خالص ومش قايلها ولا قايل لبيرلا اساسا انه عايده دي تبقى امي عشان ما تقعش قدامها في الكلام. يعني لان امي لو عرفت هتولع في البيت حاليا. شفتي بقى انا مضحي ازاي؟ خرب بيت التضحيه. ده انت جبروت. ايه؟ ومستغرب ان جدتك بتقول عليك ندل. ندل؟ ندل ليه؟ ايه الندل في اللي انا عملته ده؟ ايوه انت كذاب. لا مش كذاب، حتى لو دي كذبه صغيره يعني علشان عشان افصل القوات وعشان امي ما تتضايقش. مفيش حاجه اسمها كذبه صغيره وكذبه كبيره. خلاص كذبه وسط. انت كمان بتقولي اي كلام. الساعه دي رجالي. اه. انا شاكك فيها من ساعه ما قولي كده. اهو. بشوفها يا بنتي. ايوه انا بوريها لك. ايوه ماشي انا مسكها من الاستيك كده. حاضر. اه. حاضر. حلو على فكره. ايه ده ما فيهاش عقرب ده ايه؟ ايوه ما انا رحت اصلحها والراجل الله يسامحه ضيع لي العقرب. اه. ومش عارفه اجيب غيره لان الساعه قديمه. بس حلو يعني الساعه دلوقتي يعني يا من 9 يا من 9 ونص و5. ايوه. يعني انت تقعد في الساعه 9 دي حبه حلوين. طب وليه لابسه ساعه كده مضيعاكي في الزمن؟ عشان دي ساعه بابا الله يرحمه. انت عارف ان بابا حل المشكله الازليه بين الراجل والست؟ ليه؟ عمل ايه المرحوم؟ بابا ندهني في مره قال لي فاكره يا ليلى الخناقه اللي اتخانقتها مع ماما وانت صغيره وفضلتي خايفه مني وبتجري مني ومش مخلياني حتى عارف احضنك؟ امك يومها كانت راجعه من الشغل ومتخانقه مع المدير بتاعها وعماله تشتكي 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 وانا قاعده اديها في حلول واقول لها طب اعملي كذا طب اعملي كذا وهي فضلت تسمعني 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 وفي الاخر راحت قايله لي طب خلاص خلاص راحت سايباني وماشي فانا اتجننت وبقيت مش فاهم ده انا بساعدها يا ليه بتعمل معايا كده قمت داخل وراها وابتدت الخناقه عارفه يا ليلى امك وقتها كانت عايزه ايه ما كانتش عايزه حلول كانت عايزه حضن وانا لو عارف من الاول ان هي محتاجه الحضن وهي عارفه ان انا قصدي اساعدها ومش قصدي اتحكم فيها ما كانش بقى في خناقه اصلا فلو كل راجل وست فهموا لغه بعض هيبقى في لغه ثالثه بينهم
اللي هي لغة الحب. طب معلش بس من أول حتة بتاعت فلو كل راجل وست فهموا لغة بعض وهيبقى بينهم لغة تالتة مشتركة اللي هي لغة الحب. من أول هنا الكلام ده يعني ده كلامك ولا ده كلام أبوكي قاله؟ بابا. أوكي. وأنت بقى مقتنعة بكلام بابا ولا؟ طبعاً لأ. أهلك. يا نهار أسود. نسيناهم. إيه ده؟ ده زمان زمان تيتا ماتت. ليلى البعطوطي. زيارة. ايه مش جاي لك نوم ولا في حاجة بتفكر فيها شغلك؟ سؤال سؤال نيزن 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 ايه اسأل. لا ده السؤال عندك انت. انا قلت هنزل تسأله لي وترتاح شوية من تفكيره بس انا محضر الإجابة. طب ولما انت فرتيكوا قوي كده وتقول السؤال بالمرة ليه قلت عليك يا عم؟ دي كانت لعبة وانا ولا اهتميت اصلا. يبقى الزياره انتهت صباح على خير. استنى. ايوه ايه الاجابه؟ العقربه لما بتيجي تتجوز كل اللي عايزين يتجوزوها بيقفوا كده يرقصوا قدامها. هي بقى بتختار اكتر واحد جاي في الرقص. يعني يوم ما بتختار بتختار احسن واحد. وبعدين بتقتله. بس بعد ما تتجوزوا يلا تصبحوا على خير. عايزه حاجه؟ هتاخدي ميه؟ قوم نام على السلم بقى. اوكي. نور يوم الكامب نسي البنت الخواجية خالص. البركه في ليله. بس ده يوم وعد والبنت حلوه ورايحه جايه خايله لسه. عايزين نتقل العيار شويه يا ليلى. ما تقلقوش سيبوهولي. حتى ماما لها لحظات ان هو مشغول بالليله دلوقتي شويه. ما تمام يا جماعه هو مركز معاها وهي مركزه معاه ولا ايه؟ تكلك حطش. شوفوا وشها حمر ازاي؟ ورسه دي بنات بتتكسف. النهاردة أنا عملت لكل واحدة فيكم الحاجة اللي هي بتحبها. عملت الماما الستيك اللي بتحبه، القعدة الحلوة دي عشان هدهد، المزيكا اللي شغالة دي عشان سندس، الشمع ده عشان جوجو. أنت عارف بتحب البوز بس أنا مش حاضر أعمله لك. أنا ما بحبش أضرب بوز بس أنا نفسي بقى كل واحدة فيكم تتمنى لي أمنية. حاضر. أنا بالنسبة لي أتمنى إنك أنت تتجوز وتخلف أولاد يلعبوا حواليا. وأنا بقى نفسي ما تبعدش عننا ابدا ابدا العمر كله يا رب. بسم الله. وانا الحق اشوف ولادك. ربنا يديك طولة العمر. ان شاء الله يا رب. يا رب. انت يا بت. انا؟ مش عارفه يعني انا عايزاك تكون مبسوط وخلاص يعني لو تتجوز تمام. تخلف عيال شبهي اوكي. يا ساتر. لا شبهك. شبهي يا ساتر. يا ريت شبه. انا بقى بتمنى لك انك ما تقعش تاني. طيب يعني ده واضح كده من كل امنياتكم ان في اجماع على موضوع الجواز ده. طبعا. بس هو المفروض الواحد لما بيتمنى امنيه يعني انتوا اتمنيتوا لي امنيه المفروض انها تساعدني انا. صح؟ مظبوط. ده العادي. انما انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا اتمنيتوا لي انا برضو امنيه بس تساعدكم انتوا. يعني المهم انا قررت اساعدكم. الله عليك. وقرر احقق لكم امنيتكم. حبيبي. اقول قول قول, قول. يلا بقى يا قول يا حبيبي قول والنبي يلا. انا يا جماعه خطبت بيرلا. هتسافر ان شاء الله. هي هتسبق وانا هحصلها. يا جماعه في ايه بقى بعد كل ده هتخطب بيرلا؟ بعد كل ده؟ بعد كل ده اللي هو ايه بقى يا ماما؟ انت عارف يا نور ان انا ماليش غيرك في الدنيا وانت مصر انك تكرر نفس غلطه ابوك وتتجوز وتسافر. انا ضيعت عمري كله عليكم. انا بربيكم لوحدي. يبقى هو ده جزاتي؟ تجيب واحده قريبه مرات ابوك وتعيشها مع امك وتمثل عليا التمثيليه دي كلها؟ انا يا نور
احنا كلنا سمعناك وانت بتتكلم مع بابا وبتتفق معاه انك تجيبها. عشان كده بقى انتوا جيتوا معايا لحد هنا. يبقى مين بقى اللي عمل تمثيليه يا ماما، انا ولا انت؟ انا عملت كده عشان ما تسيبنيش زي ابوك، ومستعد اعمل قد كده 10 مرات عشان ما تسيبنيش يا نور. مش دي الحقيقه، انت مش عايزاني اتجوز جوازه شبه جوازتك. العقده هنا يا ماما، هنا. نفس كلام ابوك، نفس طريقته، نفس صراحته اللي تجرح. انا مش عارف، انا منتظر منكم ان انتوا تباركولي. يعني انتوا ليه عاملين كده بجد؟ احنا حبيبي طبعا لازم نبارك لك، وكلنا بنتمنى لك الخير، بس كل اللي بنطلبه منك يا ابا انك ما تسافرش وتسيب. بس طيب ما تتجوزي يعني؟ هو انت بتتجوزيش ليه؟ انت لو في حياتك راجل بتحبيه وبيحبك، مش راجل بيمشي بمقشه ورا فهر عشان يموته لانك خايفه منه، هيفرق معاكي، حياتك هتتغير، ومش هتبقي مركزه قوي ان انا اسيبكوا او ما اسيبكوش، مش هيفرق. لا انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي مش علشان خايفه من الفار ومقشه وحاجات كده. انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي لاني بدور على الراجل اللي الاقي معاه الامان والاطمئنان. لكن غريبه يا نور، انت بتسالني السؤال ده، انت ما بتتجوزيش ليه؟ ما تعيطيش لو سمحتي. ما تسيبناش وتسافر؟ لا عادي. وانت يا جمان، يعني لا شفتك قلتي مبروك ولا ابتسمتي ولا اي حاجه. نخوري على ايه عايزه تقوله لي؟ اطلع شايل ذنب حاجه انا كمان، ولا عايزه تعاقبيني على حاجه؟ ما بعاقبكش على حاجه، بس حط نفسك مكاني، ولا اب ولا اخ. وعامه حتى لو هو موجود مش بالعدد على فكره. طب ما انا موجوده، وانا رحت فين؟ ما بعدتش. انت ما بعدتش، عارف ليه؟ لانك اصلا بعيد. بعيد ايه بس يا تيتا؟ يعني هو في اقرب من كده؟ ده انا لازم فيكم. هي دي مشكلتك، بتاخد الكلام زي ما هو. حاول تفهم معناه يا حبيبي. القرب مش معناه ان احنا نبقى لازقين في بعض. في ناس كتير بينهم وبين بعض بلاد، لكن اقرب من ناس عايشين تحت سقف واحد. واحنا عايشين تحت سقف واحد كلنا، وطلعت بعيد، خلاص سيبوني بقى اسافر واروح بلد تانية جايزة بقى اقرب. وانت مش عايزه تقولي لي حاجه؟ مفيش مبروك؟ سكوزا بيرل، ستافو ديتشاندو ديل توا نوافو ابارتامنتو، اسونو مولتو فيليتشي. ما نون سمبرافونو فيليتشي. نوي سيامو كوزي. بحاول ألطف عشان البنت ملاحظة إن شكلكم متضايق. Grazie mille Nour per tutto l'aiuto. Prego Perla. Grazie, abbracciami. Salutami papà. Ciao ciao. استنى يا ابني شوية. صباح الخير. أهلا صباح النور. أنا سمعت إنكم هتعملوا تشيك أوت فجيت جري. آخ ماشيين بقى، أصل أماني طلعت حامل. فرايحين بقى نعمل سونار ونطمن على نونا او نسقطها، اشوف بقى هنعمل ايه يعني. الف مبروك بالسرعه دي. ما شاء الله عليك. لقيت الحقيقه انا محتاج حاجه اخيره بس، صوره في جزيره العشاق. لا الجوازه الجايه بقى وعليك خير ان شاء الله. خلاص بقى احنا اتصورنا كتير قوي، كفايه صور. ولو قلت لكم عشان خاطري؟ خاطرك؟ هو ليه حضرتك بتتعامل معايا على انك خالي كده؟ طب اوكي بلاش خاطري. لو قلت لكم ان انا عرفت ان انتم مش العرسان الحقيقيين، يعني انت مش هاني وهي مش اماني. انت عرفت منين يعني؟ ببساطه شديده جدا، مفيش منطق في الدنيا يقول عريس يجي شهر العسل ومع عيلته كلها، ومفيش عروسه كمان في شهر العسل تسيب عريسها سارح مع السكر من غير ما تقتله.
طيب انا حاسس كده من لغتك انه في يعني تهديد. على فكره اعمل اللي انت عايزه. الفيلا دي ب $5,000 في اليوم، هتدفع كاش ولا فيزا كارد؟ على فكره احنا ممكن نعمل كل اللي انت عايزه يا خالي، انت صعبت عليا قوي حبيبي بجد. انا حاسس انك اقرب من خالي. طيب الزودياك مستنيكم، هتروح تاخد صوره على طول. اوكي باي باي نور، باي باي ليلى. السلام. بس هو الراجل ده عارف ازاي ان انا اسمي نور وانك اسمك ليلى؟ معرفش، اكيد من الاداره بتاعتك والمتخلفين اللي بيشتغلوا عندي في السايت. مبسوط انت من اللي حصل دلوقتي؟ انت السبب في كل ده. عمال اقول لك من اول يوم بلاش شغل مع الزفته السكر بتاعتك، سوري الاناسه السكر بتاعتك، وانت ما بتسمعش الكلام. نزل صباعك. انا منزله بمزاجي، محدش ينزلهولي. اني افرده منه كده في وداني نهار. مش نازلين، عندنا مشوار هنعمله الاول. بتاع العشة دي ونيجي معاك على طول. طب احط بنزين وارجع. بنزين ماشي. طب بسرعة. حاضر. يلا نتصور بقى قبل الراجل ده ما يرجع. يلا. الكاميرا مقلوبه الناحيه التانيه. هجيب ال في اوضاع تانيه كده 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 كده. في حاجه تانيه؟ استنى. محرومة أناناس ولا إيه؟ طب وليه الأناناس يضحك؟ يا سر. تمام؟ خلاص. نبص على أي حاجة في أم الجزيرة دي.
انت رحت فين؟ سيبيني في حالي والنبي. ايه ده؟ انت كاتبه الفاكهه دي كلها لوحدك؟ انا كنت قاعده زهقان، اعمل ايه يعني؟ زهقانه والزهقان ده ياكل بذر البرقوق وقشر المون وانت قرد. ايه ده؟ هو الراجل ده مرجعش ياخدنا ليه؟ الساعه بقت 6 وانا تليفوني قطع شحن. ليلى على فكره دي بقت حاجه تقرف بجد. انا مش طايق نفسي وانا مش عارف انا بعمل ايه هنا وصور ايه وزفت ايه. مش كان زماني قاعد مع بيرلا دلوقتي؟ هو انت ليه فرحان قوي كده انك خاطب واحده اجنبيه؟ مالهم بنات بلدك يعني؟ بنات بلدي مالهم؟ بنات بلدي بيعملوا مؤامرات في الحمام مع امهات بلدي وخالات بلدي وجدات بلدي. حمام ايه؟ حمام مش عارف الحمام. انا سامعكم بوداني دي اللي هياكلها الدود وانت بتتفقي معاهم انك تطفشوا بيرلا مني. انا ما عملتش حاجه. لا عملتي، كان ناقص تعملي ايه تاني؟ ترشي على وشها ميه نار. ليه؟ هو انت شايفني سفاحه؟ وبعدين انا لو عايزه اطفش بيرلا بتاعتك دي كنت رحت قلت لاهلك انها قريبه مرات ابوك، بس انا ما عملتش كده. كتر خيرك. سامعكم بودني دي؟ سيبهولي. انا بجد مستعجب، انا مش فاهم ايه السواد والحقد اللي جواكي ده. من نفسنا ليه؟ من الاجانب ليه إيه؟ مين دي اللي من نفسنا؟ انت بنفسنا. انا نفس من دي؟ دي ما تجيش جنبي حاجه. انت اللي ماشي تريل على اي شعر اصفر. ايوه انا بريل يا ستي، انا بحب اريل، بعشق الرياله. انت مالك؟ بحب اريل على بيرلا حتى لايقه على بعض. بريل على بيرلا. عرف نور انت تافه يالا. ليلى امشي من قدامي. مش ماشي. امشي لحسن بجد هديكي بوكسين في وقت واحد. لو راجل يعمل كده همشي انا، عشان انا ما بمدش ايدي على بنت. بقول لك ايه؟ نعم. ولا هغرقك في البحر يالا. Thank you.
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انا بعت معاك لوحدنا في الجزيرة. استغفر الله العظيم، بجد اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ست اطمني اطمني، انا كنت فاتح باب الجزيرة سايبه مفتوح. يا شيخ حرام عليك، هو ده اللي في مخك، ده اللي في دماغك بس، ده اللي فارق معاكي. كمان نايمة جنبك. نايمة جنبك، وانا شلتك جبتك هنا، ما انت اللي جيتي. وانا بتقلب وانا نايمة فصحيت لقيت نفسي هنا. تقلبي؟ تقلبي بالمخدة وبالسجادة؟ ما تقلبتيش ليه بالكنبة بالمرة؟ ولا كنت تقلبي لغاية ما تطلعي فوق النار دي كده؟ كنا صحينا لقيناكي مقلية ولا مشوية حتى. على فكرة أنا مش هينفع أقعد معاكي لوحدنا. لا والنبي اقعدي شوية. أبوس إيدك عشان خاطري، اقعدي معايا شوية. يعني أنا اللي طايق قوي. حاجة تقرف، حد صح حد كده يا شيخ حرام عليك. إيه ده؟ أنت في الجزيرة. ده جزيرة، هي سرير 80 سنتي. إيه ده؟ بصي قدامك. ولا سمكة. نور على فكرة الحتة دي ما فيهاش سمك. ليه يعني الواد بصات في البانيو؟ ده بحر. أنا غلطانة إني جاية أقول لك، بدل ما أنت بقالك ساعة كده واقف بشكلك العبيط ده. عبيط؟ طب امشي بقى يا أم 44، أنت بدل مرش على الرمح ده في بطنك على فكرة وصلتك أنت واصلة أكلك زي الزومبي. أنت جاية هنا بتعملي إيه؟ ما تروحي تروقي الجزيرة وتنفضي الصخر. ما فيهاش سمك، ده بحر. هيكون في إيه؟ في سمك. والله لو ما جيتي لأكلها لوحدي كلها. يا نور انت عم خزاعة. تريقي تريقي، تعالي تعالي شوفي اصطدت ايه يا هانم، عشان بس ما تقعديش تتريقي عليا وتقولي لي البحر ما فيهوش السمك. تعالي بصي السمك قد ايه. لا ما شاء الله دي جميلة قوي، تملى العين فعلا. شكرا شكرا. ايه ده؟ تصطيها ليه؟ دي حرام عليك يا شيخ، على فكره دي كانت معديه من تحت رجلي ما رضيتش اصطادها. والله ايوه ايوه، دي سمكه زينه، حرام عليك. دي وقار ما تستعبطش. ايوه ما هو الوقار زينه على فكره. طب خد شويها لنا بقى، خدي رجعي دي البحر. احنا لاقيين ناكل، خلي بالك عشان كتافك ابتدت تتحرق من الشمس. تتحرق؟ وكل واحد بس بجد بجد يخليه في حاله، الجزيره دي تبقى اكبر جزيره في العالم، تبقى قد الدنيا. بتاعت وصلها بتاع 7 كيلو دي جبتيها ازاي دي؟ يا لهوي، ضهري وكتفي كلهم اتحرقوا من الشمس. مش انا قلت لك خلي بالك؟ انا مش عارف انت ما بتسمعش كلامي ليه؟ عامل لي فيها فلحوص على طول. فلحوص؟ دي كلمه تقوليها في جزيره؟ ايه فلحوص دي؟ هو انت هتديني ضهري ده كله بصباعك ده؟ امال انت عايزني اعمل ايه؟ ما تغرفي كده من الكريم واحملي على ظهر مسحيه كده كاني بتبريز عربيه. طبعا لا. عقد. قلت ايه؟ عقد. طيب اتفضل الكريم اهو، عايز تبلعه تاكله تسفه اعمل اللي انت عايزه. دلوقتي معلقه، خدي خدي خدي، تعالي ما تبقيش حمائيه كده. خلاص انا مش هعرف اطول ظهري بجد، تعالي اعمل اللي انت عايزاه. طب خليك مؤدب بقى. حاضر. الكلام ده زفلوت قوي. محاري حيطه، هو يا كده يا كده. ولا ما تصدعنيش، ظهري بيوجعني. بس ارتحت كده. ايوه وانت اللي تحت دي كمان، حتى دي بالظبط صح.
ايه ده؟ انت ازاي حطيت لي صباعي في بقي كده؟ انا؟ تلاقيش بتلاقيش سرك كبير، عشان بس انت استجدعتي معايا وما قلتيش لامي على السر بتاعي. انما انت ليه بتحط صباعك في بقك وانت كبيره كده؟ معرفش، انا من وانا طفله بعمل كده عشان انام، مش عارفه ابطل. كويس انك مش من الاطفال اللي بتحط صباع رجليها في بقها، كان زمانك حاطه صباع رجلك في بقك دلوقتي. انت مش بتنام ليه؟ يعني هتستنى بس اتفرج على الورق الابراشي وبعدين انام. طب ما تعليش التلفزيون قوي بقى عشان مصحى، عشان انت عارف انا عندي شغل الصبح. مش بس نامي بقى. شكلك طفلة وانت نايم. انت عارف انت بتفكرني مين؟ جدتي الله يرحمها كانت بتقول كلام غريب زيك كده. كانت بتقول لي اقفلي الزق عشان السحلوب. ازاي عشان السهلوب؟ دي جدتك دي انسان عادي زينا كده يعني؟ احترم نفسك. ما هو اصبر تقول اقفلي الزق عشان السهلوب دي. ايوه يعني مثلا لو الازاز مفتوح تقول لي اقفلي الزق عشان ما يدخلش سهلوب هوا. طب كنت بتقفلي الزق؟ اه. ما كانش في سهلوب بيخش؟ لا. طب الحمد لله. كده فاضل لي اخر ورقه. يا رب تسحب الشاب يا رب. بالعند فيكي مش هسحب الشاب ان شاء الله ان شاء الله. تحكم عليا؟ احكم عليكي دلوقتي. بس بلاش والنبي الجو بتاع نزيل البحر بالليل يعني فاهم؟ بلاش حاجات دي. ده انت لسه مجرياني ست لفات دلوقتي. احكم عليكي بايه؟ غني. ما بعرفش اغني. يعني هتغني اي حاجه، اي حاجه، اي اغنيه بتحبيها تيجي على دماغك غنيها. ماشي، اقول لك اغنيه بحبها. قولي انا فاهم. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما خلاص حبيتي غيري. انت متنح لي كده ليه؟ ورده بتغني قدامك في ايه؟ لا لا مفيش حاجه. الاغنيه دي انت بتحبيها؟ بحبها جدا. طب غنيها تاني. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما خلاص حبيتي غيري، ما خلاص حبيتي غيري، روحي للي حبتيه، روحي للي حبتيه. مش حافظه الباقي بقى. مش حافظه الباقي. انا بحب الاغنيه دي جدا. انا كمان. بحكم عليكي بايه بقى؟ انا حافظاها على فكره بس انا مش عايزه اغني خلاص. كفايه. روحي للي حبتي، روحي للي حبتي. ايه اكتر حاجه نفسك تاكلها دلوقتي حالا؟ اقول لك انا الاول، نفسي في كوبايه شاي بلبن، وما تكونش مج، تكون في كوبايه ازاز عشان ابقى شايفه الشاي بلبن كده، وسقي فيها واقسم مطايا، واول ما تبوش كده قوم مطلعاها. صمت بسمسم؟ طبعا بسمسم. وانت؟ انا نفسي عفاني قوي على كده، على بيض عيون القلب، واشرب معاه عنابي. يا عنابي نور. نعم. انت اسخف واحد قابلته في حياتي. عارف. واجدع واحد قابلته في حياتي. واد حيطه. غريبة جدا على فكرة، أنا مش فاهمك. يعني ده كلام حلو ولا كلام وحش ولا إيه؟ حيطة دي مش فاهم. حلو طبعا، حيطة يتسند عليك راجل يعني. عشان كده أهلك عندهم حق يتمسكوا بيك. ما تزعلش منهم يا نور، دول أهلك. أنت مش عارف الحياة من غير أهلها عاملة إزاي. هاتي ايدك نتمشى شوية. بص يا ليلى، هو الطبيعي ان لما حد يشوف حد بيعيط، وخصوصا لو كان بنته وكده، ان هو بيقعد يقول له معلش ويطبطب عليه واهدى الحاجات دي يعني. بس الحقيقة انا مش هقول لك كده يعني لسببين ثلاثة. اولا انه احنا فاضيين مش ورانا اي حاجه فعيطي براحتك.
ثانيا بقى لا يعرفك لا يعرفك معفن اصلا مش من نديلك ولا حاجه ما تلفي كده وخلاص ثانيا ان انت مهما عيطتي مش لك هتسكتي ثالثا بقى ان انا ليلي حقيقي حقيقي بكره النكد والله انا كمان بكره النكد انا بخاف من النكد انت بتخافي من ايه ولا ايه على مهلك بتخافي من الاماكن الضيقه ولا بتخافي من نزول البحر ولا بتخافي من الصراصير ولا بتخافي من ايه بالظبط انت مركز معايا قوي كده الحقيقه انا كنت هركز بس انتوا بقى ايه حاولتوا تركيزي ده في حته تانية خالص بنبهتكم ايه الحته الثانيه ان انا اغزكم تغزنا ازاي اقول لكم ان انا خطبت بيرلا يعني انت مش خاطب بيرلا لا خالص بجد واللي حصل ده كله ده انا كنت ببارك لها على المكان الجديد اللي هي خدته في ايه ممكن اعمل حاجة اعملي بيتك الغل والحقد اللي جوه طب بما انك عملتي حاجة ممكن انا اقول حاجة بقى قول انا عايز اقولك ايه ده ايه في ايس بوكس بيكون في حاجة ولا مية ولا حاجة يا رب يطلع فيه أكل ولا مية إيه ده إيه ده يا الست طلعت هي الرقبة اللي بتحرك الدماغ مكان ما هي عايزة عشان كده كان لازم اقطع رقبتي يا ريس الوش ده بكام ده باربعة الا ربع طب والكمبوز ده الكمبوز سبعة الا تلت اتنين ونص يلا لا ده مستورد من شرم الشيخ لا ب 10 جنيه يلا ب 2.5 امال عملت صدعنا ب 2.5 وما عندكش حاجه خالص ب 2.5 يعني هو من كتر الكذب اللي داير في البلد ده الكذبه بتاعتي وقفت في زورك يا سيدي اعتبرني فقره اعلانيه اجعل الله طالما مش هشتري اجعل الله يابا يلا ب 2.5 ب 2.5 بقول لك يا اخ ليش معاك حاجه للزور لحسن صوتي راح مشوار ولسه ما رجعش انا مش فاهم مفيش اكتر من الارصفه في اسكندريه وبرده مصر تلزق فيا ما عشان اخد بالي منك وخصوصا انك عامل لي فيها الدكتور شديد وبيع نشاره خشب على اساس انها علاج للبني ادمين يعني ايه سيبك منه هو ابني بصحيح بس طالع لامه جزمه ده مسحوق قرن غزال تركي يقوي الظهر انا جايب الشحت ده الا ببركاته حلو قوي بالنسبه لبقى له بدل وكاله دي ايه ده انت مين يا ولا عايز ايه ابوك حسن عطا بشير بحنتيره راجل اعمال ما تقولش راجل بس لا 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 في يا بيت انت محجبه شعرك ومعريه لسانك ولا ايه لم لسانك يا ولا عايز الاقي شحت هاجم على الدكانه وابقى مبسوطه لعلمك انا زميل على الرصيف اللي قدامك ده يعني واب كسيب وما الزنقنا يعني بالنسبه البلديه قلنا نيجي نفتح تعاون مع بعضينا بقول لك ايه شفت فيلم طرانه في سينما هوينا طب
بقولك ايه، ما تيجي تعتبر نفسك بن لادن وانا صدام وجاهز تخبى عندك يومين. طب اتكل بقى احسن نبلغ عنك للقنصل الامريكاني. اه باشا، لا ده من الحصه دي يا باشا. وادي القنصل الامريكاني وصل. هو ايه ده؟ ما تمدش ايدك على الزبون، المحل ده تبع الحاج علي خيري امين الحزب الوطني، ولو لمستوا حاجه هنشتكيكوا للمحافظ. طب يلا سيبه تعالى. صلي على كامل النور. عليه الصلاه والسلام يا اخويا، بس يا ريت تزيد النبي صلى بره المحل. انت بنت جدعه وكفاءه وشهامه وكلك رجوله وزي القمر، ولسانك ده عايز اقطعه. ايه خد بالك من البضاعه معاك جاي يا عم ابراهيم. تشكري يا منبع الجدعانه يا بير الشهامه، الهي ربنا يكرمك وتتجوزي راجل كده يكون كامل الرجوله، ربنا يكرمك وما يرميك الدقيقه ابدا، الهي ربنا. خلاص يابا بلاش نظام الشحاته ده، المهم بس ما تعملها ليش حلوانه في سلوانه وتقلب الدكانه مخزن للزباله اللي بتباعها. ربنا يكرمك بزير كلوريكس تقعي فيه عشان يطهر لسانك من السم اللي فيه. جرى ايه يا بابا؟ انت هتلبخ ولا ايه؟ يلا يا اخويا يلا ذوق جبرك لاور ده في شويه هوا. يعني مش لو كان ربنا خلقك وحشه بس بلسان حلو مش كان يبقى احسن؟ على فكره يا بنت انت حبوري وهتعنسي ومش هتلاقي حد يبص في خلقتك، وانا كنت على وشك اعجب بيكي بس انت ضيعتي الفرصه. نعم نسيب سوق الرجاله ونبص لك يا تصفيات الاكازيون يا بواقي صدناوي. بس 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 تسد يا فاترين شامله يا فرز اول بنزيول، حلال على الله طلع عايشين يشرب بقى طول عمره. انت اسمك يا بت؟ اسمي نعمة يا روح أنس. نعمة؟ طيب ممكن أبوسك وأحطك جنب الحيط؟ بوستك غصب عني. واجب العربي اطلع لي قدامي هنا، واجب الحساب ارجع ورا، واقف الصف واقف الصف. واجب حساب تاني إعدادي سميرة الأزعة 75 قرش تسليم بكرة. محمود أبو بربور واجب عربي 5 ابتدائي تسليم بعد ساعتين يا بربور. سعيد الفاشل 5 مسائل كيمياء. هيا يا فاشل يلا التسليم بعد ما يسقط. بسم الله ما شاء الله، ربنا فتح عليك من واسع اهو. بنص يلا ها في التنصيص ابو قاسم. ابو قاسم ايه وابو قاسم ايه؟ اما انت هتنقي عليا ولا ايه؟ ما كفايه بتقلبيني في البيت، هتبقى انت وابويا والبلديه عليا. سيبينا بقى نشوف مصلحه، ده الايد البطاله ريحتها وحشه. صباح الفل يا ابو رانيا، تعب الحاجه معاكي وجايبه لي ايه يا رانيا؟ ايه ده تفضل وتكامل. ماشي ماشي تكامل تكامل. الثمن 3 بوسات. اللي تدفعيه اللي تدفعيه يا رانيا تدفعيه. التسليم عندي في البيت، ما تعبيش ابوكي وتجيبيه معاكي. سلام ابو رانيا. علي هقول له صفر. ايه يا عم اشتاين مجمع المدارس اللي انت فاتحه ده؟ ايه هلا مالك يا في ايه؟ خلاص يا عم الخوجه عندنا نحتاج عايزين نجهزولها. طيب لسه بدري لسه بدري. ايه انت جاي تقلبوني ولا ايه؟ خلاص بقى. ايه ده انت منهم ولا ايه؟ اما مين دول؟ حسبي كاظم. بحبك يا كاظم بحبك يا كاظم، خد الدبدوب ده يا كاظم. احسن منك يا اخوي. فين ان شاء الله؟ ده انا شعر اطول من شعره ومناخيري اطول من مناخيره. حد يحب حد اسمه كاظم؟ لخص يا اخوي عايز ايه؟ حق عليا. شفت مفيش حد معبرك في ام المحل ابو 18 باب ده؟ قال انت بتيجي من هنا وتروحي من هنا ولا ايه؟ قلت اجي اونس وحدتك. مناسبة ايه يا روح؟ عاشقك في الضلمة. يلا يا ولد يلا هونا. انا مش فاهم ام العنطزة دي على ايه؟ تكونيش فاهمة نفسك حرم طار القويري. اجدع من بياع سريح يا اخويا باتنين ونص. وتعالى بص بس 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 اكتمي اكتمي. خليكي مع سي كاظم يا حافية القدمين. وسيبني اشوف شغل. خليني اشوف الناس بتضايقك واقف ساكت. انت فاكراني راجل ما عنديش نخوه ولا ايه؟ دي زفلات شغلي وانا متعوده عليها، ما تلفتش نظر الناس. لو سمحت بقى هزعل منك. لا
فورا وتاكسي زفت ده معاكي مش عايز اشوف وشك كده تاني فاهم ولا لا مش عايز فضايح ايه اللي انت حبيته ده انت قال عايز الحرق وبعدين انا اللي يبص لك اشرحه ليه بقى ان شاء الله بصفتك ايه كنت جوزي ولا خطيبي ده انت حيالنا واحد صاحبي واحد صاحبك وصلي صلي عندي صلي مستاهل يا ابو اوكي بقى دني عمري ما شفتك مكردم بالشكل ده والله الله والله الله ابو يحصل اكتر من كده وربك بيزيح صلي على رسول الله ربنا يجعلنا من محاسيب يابا انت حسب عليا على الصبح ولا ايه لا يعني بقول نحلق دقني ونطول شعري ونسمي نفسي باكينام يمكن نعجي والعظيم اسيب لك الفرشه بالشارع وامشي خلاص يلا ما تبقاش حيمه وكده بهزر معاك ايه ما ينفعش الواحد يهز ابنه اليومين دول ماشي يابا هزق يابا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله متشكرة لا مفيش اي حاجه احنا بنحب نخدم اي حد حتى لو كان ما يستاهلش ماشي يا سيدي على العموم انا متاسفه على كل كلمه بايخه قلتها لك والسلام عليكم كمان مره استني طيب استني بابا خد بالك من الفرشه يابا ها ما تقلبنيش في غيبتي وانا اتاخرت يبقى لم الفرشه معاك جدعانه ماشي احنا ايه وانت كنت بتعملي ايه في سنترال محطه الرمل امبارح كنت عند ماما اصلها شغاله في السنترال بعدي عليها نروح مع بعض ده انا لازم اروح اشوف العده اللي خلفت لنا الجمال الرهيب ده ولا لم لساني بقول لك ايه ما تيجي اعزمك على حاجه ساعه الكورنيش حاجه ساعه يا بارد ليه وانت فاكرني من البنات اياهم اللي تضحك عليهم بكلمتين طب اضحك عليكي بكام كلمه 8 كويس ولا اختصر ياض لا لم عليك المنشيه بشوقك بكره تسوق عليا النداء الالي ومش هعبرك خويا بيت انت يا بنت انت يا بنت انت داخله الكنيسه تعملي ايه هو انت مسيحيه يا سلام يا اخويا على الزكاوه ده فرح واحده صاحبتي النهارده عقبال ولاده طب مش كنت تقولي كنا عملنا معاكي احلى واجب ده انا فنان كبير ما عطلكش يا فنان كبير سلام قوي قوي بسم الله إن جمون غني سيمشير يسوس بخريستوس ب
بسم الله الرحمن الرحيم وحسن ذاكري ولا ايه؟ اتفضلي واحدة ليكي واحدة ليا. الله ما انت طلعت بتفهم اهو. انا برضو قلت ان البنات بتحب الحاجات الهايفة دي. طب اسكت بقى عشان انت هتبوظ حلاوة اللي عملته. انا هسكت خالص بس اقول بق واحد مفيش غيره. انا جاي اعزمك على اكلة سمك وفي المكان اللي انت عايزاه وفي الميعاد اللي تحدديه وقدام الخلق دي كلها وقبل ده كله قدام ربنا، انما لو قلتي لا انا هولع فيكي وفي نفسي وفي المحل ده كله. خلاص خلاص ماشي انا موافقة. الله تصدق اني اول مره نيجي ابو قير؟ لا ولسه ده انا اعرفك على اسكندريه اللي محدش يعرفها غيري. ما تسوقش فيها اخوي هي مره والسلام. خش يا علي. ايوه يا علي ايش طيبه صح ايش حاله عمده ولي اعرفكم نعمه ها دول بقى اخواتي هيما وعمده. ما انا شفتهم في الفرح كانوا مولعين الفرح. بسم الله ما شاء الله حلاوتهم ساعه الفرح قوي. اه والله فعلا. ايه انت ما تهم نفسك يلا في ايه أوه. بلاش حركات السواكه دي شكلكم باخ قوي انتوا بتمسحوا جوه هتغدونا ولا ايه؟ انا عشان خاطر البسيمه المحشيه جوز وعن جمل نعمله البدع. خد ياد هنا يلا عمال اقول لاخواتي ما تحترم نفسك. اقعد يا نعم شطان السفره جاهزه اقعد هنا اهو. الله اني عمري ما اكلت سمك بالطعامه دي. انت عارف لما قلت لي انك هتعزمني على الغدا فكرت هتعزمني على فلافل على كشري. كشري كشري دي ما بتحنطيره محرجه عليه ما ياكلش الكشري خالص من هو عايز صغير. العب غيرها انا مرسيه على الفيلم كله يا حبيبي. ليه عرفت ان مامتك دقه زياده خلي الكشري الله يرحم امك دقه الخبز. انت عايز مني ايه يا حنطير؟ بحبك يا نعم. طب وبعدين؟ طب وليدي وانا كمان بلاش غمضي عينك بربشي العبي في شعرك قلطمي على وشك اعملي اي منظر. ليه انت فاكرني بتوع الجامعه ولا ايه؟ انا معايا دبلون يعني بنحب نجيبه من الاخر. ماشي انا عارف انك بتحب تجيبه من الاخر. طب اخرك فين يا نعم؟ لو هترمي بياضك بالحلال انا زي البحر مليش اخر، انما لو ليك شوق في الطياري اخري لابساه في رجلي وهنسله على دماغك. ايه القله دي يا نعم؟ يا نعمة يا نعمة معانا لو بعرف اقول كلام متزوق من بتاع الواد عمده كنت قلته. وربنا المعبود اللي ما نعرف غيره انا بنحبك وبنموت في امك وعايزين نتجوزك دلوقتي حالا. بس ايوه هي بس دي. بص بقى انت لا شفتني في نادي اليخت ولا علقتني من على الكورنيش يعني ولا غشيتك ولا غشيتني. قول لي يا ابن الحلال مقدرتك ايه واني لو ما وقفتش جنبك يبقى بت مش تمام. ما هو أصل لو نطقت كلمة زيادة يبقى انت رشدي أباظة واني بنتلزق فيك وانت بنسوق وعارف ان قال عن حاجة خلقها ربنا هي الفصال. خلص الكلام سلام يا بنت. طب استني حوصلك جات كلبالة فيك انت واهلك ما عرفوش يربوكي. قال وانا جاي افسحك في المنتزه. يا بنت خد يا بنت ضيعت لحظة وما تسيب التكل. وام نعمه دي بقى نعرفوها ازاي في وسط الزحمه دي؟ الام بيبان عليها تعرفها من حنيتها. يعني علمتك تكشف على مشاعرهم تعرفها بالشبه يا ناصر. ما انصحكش اكتر واحد يشبه لها الراجل اللي قاعد هناك ده. طب بس انت اهو خد لك ساتر بقى خد لك ساتر. اتفضل يا ام نعمه يا حاجه ام نعمه يا ام نعمه ام نعمه. انت اخينا تعال هنا انت مزعق ليه؟ اهي خد السنكوتش. هو حضرتك لا مؤاخذه ام نعمه؟ ايوه عاوز ايه؟ انا الحقيقه كنت جاي اطلب النمره كام؟ نمره ايه؟ قول لي بس انت طالب فين؟ لا انا الحمد لله مخلص ومعايا اعفاء نهائي اصلا انا وحيد ابويا وامي. انا بقول لك انت هتتكلم فين؟ ولا تفرق ولا تفرق انا اجيب ابويا وامي ونتكلم في اي حته في الصالون في السفره في بيت السلم ما بتفرقش.
يا حضرتي انت هنا داخل السنترال. ايوه انا عارف. قول لي انت طالب فين؟ طالب يا ام نعمه انا جاي اطلب ايد بنتك نعمه. خش الكابينه ثلاثه. نعم خش الكابينه ثلاثه. كابينه ثلاثه. حاضر حاضر. ايوه يا احمد يا ابني عامل ايه في الغربه؟ ربنا يطمنا عليك يا حبيبي. يبقى اتصل بينا الله يبارك لك. السلام عليكم. ازيك يا خال عامل ايه؟ كويس. سلامات. اشرف عامل ايه؟ ازيك وازاي البلد عندك؟ انا جيت اصرف الحواله ما لقيتهاش لسه. اعمل ايه والعيال معايا؟ انا مش عارف يا حبيبي عامل ايه. كويس وحشني قوي قوي قوي. هاتيك امي. ارفع السماعه. ليه حضرتك هتطلب البوليس ولا ايه؟ بوليس ايه؟ انت مش حنتيره؟ انا حنتيره. الله. طب ما حضرتك سامع عني. امال لازمتها ايه الزنقه اللي احنا فيها دي؟ انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات دي قدام الزمايل لان ممكن الحاجات دي تتحسد. حاضر حاضر. اتكلم في التليفون. حاضر حاضر. مش حد مش حد التليفون. انما حضرتك ما شاء الله يعني باين عليكي ست كامله وعقله وزي الفل. بنتك نعمه طالعه كده لمين؟ هي بنتك ولا حضرتك متبنيها؟ انا ما كنتش متوقعه انها جاي لكن نعمه كانت واثقه فيك. انت كنت متراهنين عليا ولا ايه؟ احنا هنهرج ولا ايه؟ انت عايز ايه؟ انا عايز اكلم قطر مدتين. حضرتك عارفه انا عايز ايه؟ سيبني بس في حاجات ليها اصول. حضرتك بقى هتقولي لي فتره خطوبه سنتين وتتعرفوا على بعض واقعد اجيب في دباديب في دباديب في دباديب. لا انا وفر ثمن الدباديب دي للتالي. انت مستني ايه يعني؟ اجوزك بنتي من اول نظره ليه؟ عشان عدالتك يعني؟ على فكره انا كنت شاكك ان حضرتك ام نعمه وكنت هقول لك وريني البطاقه، لكن دلوقتي اتاكدت فعلا ان انت امها. بقول لحضرتك ايه الملخص والمفيد، احنا نخش على الشبكه ونظبطها، نوصل لكاتب الكتاب ونقشطه ونظبطه ونفلطه. انت جاي تتجوز ولا جاي في نقله رمل؟ الجواز لي اصول يعني لازم يبقى عندك شقه، ايجار جديد قديم، المهم يبقى عندك شقه ان شاء الله حتى يكونوا اوضتين وصاله. هي نعمه مش مرساكي على الفوله ولا ايه يا حاجه؟ انا متفق معاها نبتدي حياتنا كده في الحنين على قدنا، يعني ممكن ناجر كابينه زي دي ونعيش. لعب العيال ده انا ما يلزمنيش. اذا كانت بنتي اتفقت معاك على حاجه فانا كلامها ملوش اي اعتبار عندي غير ان انا ما عرفتش اربيها وانا ما عنديش بقى بنات للجواز. وتفضل بقى اطلع بره بره. حاضر حاضر حاضر. حاضر حاضر هكلمك بعدين هكلمك بعدين. اتفضل اطلع بره. اطلع بره. طيب حاضر. اطلع بره بقول لك. طيب ما انا طالع. اطلع بره. اطلع حضرتك اول. اطلع بره والله تعالى الاول. اطلع يا اسطى. اطلع. انا عايز اطلع والله. عامله ايه؟ عامله ايه؟ نعمه نعمه اصحي بقى يا نعمه. اصحى نعمة يا أميرة حبي. أنا يا أميرة حبي أنا يا نعمة أريد حبا وحنانا. اذكريني لا تدمرني معك. أم نعمة أنا هجيب لك كل الحاجات اللي أنت عايزاها وهجيب لك شقة في البحر على السلم. شقة في السلم على البحر وهجيب لك كمان يخت في نادي اليخت. يا أم نعمة يعني اريد حل. ارجوك اعطيني هذا الدواء. تحب ننزل نفرجك على فيلم المختصبون؟ ككنيله ككنيله. وانت شكل محسن سرحان في فيلم حبيبي دائما. ما كانش بيمثل فيه يا عم انت. امال دوك كان اسمه ايه؟ من ثلاث كلمات ونص. كلمات ونص فيها الف ولام. ايه اللي متببه ده يا سيد؟ امشي انا من هنا لانزل اكسرك. خلاص ما تزويش كده. لا كف عورك يا سيد. طريق عيني عم بتتلكك تقوم تلعب افلام معايا كلب ماشي في الشارع. سلام يا سيد. خش جوه قولي انت. قولينا في بعض. البورا سمعوس. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه هنا ده؟ منطقة سرية دي ولا شقة مفروش؟ ده مكان تاريخي عظيم يا جدعان. مديرة ما توديش نفسك في داهية. مالكش دعوة باللي بيحصل هنا خالص. وإلا وإلا ايه؟ انت هتهددني ولا ايه؟
خلاص بقى، انت اللي جبته لنفسك. وطبوه يا رجاله. الوطبوه، يلا انا لم العده دي وامشي من هنا. يلا وطبوه. حورك. قال لكم وطبوه، انتوا كده بوظتوه. بلاش تحت. الله يكون فقد الذاكره. يلا يا عم حيرت قلبي. بقول لك ايه، لو عندك استعداد تربطي نفسك بيه انزلي له. يلا. مش عارفه ياما، بس حنتيره طيب وحنين وابن حلال. بس فقير. الفقر مش عيب ياما. لا الفقر عيب. الفقر عهب مستديمه. اساليني انا ولا اسالي روحك. حنتيره راجل ياما، صحيح الدنيا ملطشه معاه، بس لو طلبت عينه هيدهاني. اللي زي الواد ده ينفع محطه تعدي عليها؟ ما ينفعش محطه تقف فيها، وبكره ربنا يرزقك باحسن منه. عمر ما بيع نفس اللي يدفع اكتر. حنتيره من توبي، هنصبر عليه واصبر علينا لغايه ما ربنا يسهلها. انا رايحه له ياما. حنتيرة حبيبي، عملوا فيك ايه؟ تلاقيش مش عم مستقبل كنعمة. انا لسه راجل يا بنتي. طب تعال نطلع فوق عشان انت شكلك بتنزف. ده انا بنزف من كذا منطقة. انما تجيتي متأخرة ليه كده يا نعمة؟ زي البوليس في الافلام العرب، مش عمال اقولك ولا تضيعني معاك يا حبيب العمر. ليه سبتي؟ انت لسه بتحل الهزار. بالراحة. طب تعال يا اخوي. انت شارب حاجة؟ لا مش شارب، انا لاحية. يعني ايه لاحية؟ فوق بقولك الترجمة فوق. انا طب تعال اقوم. بالراحة بالراحة. بالراحة. اتفرجت على الخناقة من اول؟ شفتهم هما بيضربوك. الله. طب ما نزلتيش ليه نعم؟ وامك اتفرجت؟ اتفرجت. ورايها ايه؟ حكى يا نعمة. ماشي، أكيد مبسوطة أمك مني. لا 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 الله، أنا كنت بحلم الشيش ده يتفتح وما لاقي نفسي في ضربة شلوت ممدد على الكنبة جوه، ومزتين زي القمر بيعالجوني ولا كأني عيسى العوام في فيلم صلاح الدين الأيوبي. أنت بتعملي إيه يا نعمة؟ بنمسح الدم. هو دمهم طرطش عليا؟ أنتوا فاهمين إن أنا اتضربت ولا إيه؟ ده أنا بعد ما طحنت الستة الأولانيين جايين نلول السبع في عينه، قام عامل كده ورحت واقع على ضهري وش الشلفط. دول كانوا اتنين بس يا حنطير. يبقى أنت ما اتفرجتيش من الأول يا نعمة. أنت لسه ما همتش؟ وأنت إيه اللي وداك هناك في ليلة البدر بالذات؟ مفيش حد نبهك قبل كده؟ وحياة أمي ما أعرف إن في حد بيروح العمود بالليل غير المقاطيع بتوع النهار. دي المنطقة كلها عارفة أول كل شهر محدش بيهوب هنا خالص، عشان في راجل من كبار البلد بيجي هنا بيعمل سهرة اسمها حمرة. حمرة؟ قال أنت ما سهرتيش سهرة حمرة قبل كده حماتي؟ ولا أنا أقصد أيام المرحوم عمي. كان نفسي قبله. اتلام يا ولا، انا مش طيقاك، بس انا هعمل ايه؟ اتنيلت على عينها وحبيتك. قبل ما ترضى عني وتحبيني انت كمان يا جميل. انا هقوم بقى اعمل لك لقمه علشان تاكلها. الحمد لله ابتدت تحبني. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا اهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا ترى انتوا شايفين يعني ان ابنكوا حنتيره مستعد للجواز؟ كله على الله والحمد لله، وان شاء الله برضو ربنا هيعديه على خير. يمه يمه انا ده ناقص. استجدعي. انت اشتريت سكوتي بخمسينية، شوف كلام المزوق بقى هيساوي كام. استجدعي معايا وانا هظبطك. عايزه كرتين من اتيل. ايه؟ وسندوتشين همبرجر بالجبنه كومبو. كومبو؟ يلا يمه هجيب لك كل اللي انت عايزاه. والله الواد حنتيره ده رغم الملاحظ الكتير اللي انا شايفاها فيه، لكن هو ابن حلال، وابن حلال دي بقى الحاجة الوحيدة اللي اضمنها لك فيه. واضح رأي مامتك فيك. يهمني بقى أعرف رأي الوالد. لا أنا أقولك عن رأي أبويا فيا بمنتهى الصراحة. أنا لو مطرحك نفكر ألف مرة، إنما مادام مش مطرحك اتكل على الله، جربي وأنت خسرانة حاجة. لا مؤاخذة يا أستمو نعمة، أنا من ساعة ما قعدنا وأنا مزنوقة في سؤال. اتفضلي حضرتك. ايه يا اختي الكراتين الكتير اللي عندكم دي؟ ده جهاز نعمة. يا ما شاء الله، كل ده جهازها؟ يا ما شاء الله. مقشرة يا ولا. يا ريتها مقشرة.
ده انا طافحة الكوت عشان اجيب لها كل الحاجات دي، لكن الحمد لله ربنا اكرمني وجبت لها كل حاجتها، الصيني والكاسات وطقم الشاي والفناجيل وطقم الجلي وكله كله كله. الحمد لله ربنا وفاك. اهم حاجه في جهاز البنت طقم الجلي، لان الجلي ده مؤاخذه محتاج معامله خاصه يعني. بس يا ما. نعم مبخت يا ولا مبخت، الثروه دي كلها هتبقى من نصيبك، امك اتجوزت بحله نحاس مخرومه وكوس خشب. عارفه انا شايفه يا ابني ان كلامي مش عاجب اهلك. ما هو انا رسيتك على حقيقه وطو العيله، انما لو تحب اوزعهم ونقعد انا وانت على استنفراد انا ما عنديش مانع. لا مؤاخذه يا ست منعم، انتوا ناس طيبين، بس حكايه الكاسات والجيلي ولطقم الصيني دي حسستني الولد ده طمعان فيكم مش مرسيكم على الفوله. لا تصعب، خوفنا لا يكون مفهمكم ان ابو سفير وامه سيده روتري. مالها يا ابو حنطيره؟ انت هتغلط ولا ايه؟ ايه لوتري دي؟ يما دي مش شتيمه، دي كافيتيريا بس غاليه شويه، هبقى اخدك ونروح ناكل فيها الكومبو هناك ونشرب الماء المعدنيه رواق يما. انا بقى كل اللي يهمني كأم اني بنتي تعيش مع راجل يصونها ويحامي عليها ويسعدها وبس، والرزق ده بقى خلوه على الله. يسلم فمك، احنا كده على ميه بيضة مع بعضينا. وبالنسبه ليا انا ان شاء الله هحط نعمه جوه عينيا الاثنين. هطنط طنط؟ ايه؟ شوف انا امك بقالي قد ايه اللي عمرك ما قلت لي يا طنط. الحمد لله طقم الجيلي سليم. كمان بحبك لو النار وبموت فيك كتاب الله وبعشقك السلام. الله يسلمك يا ماما. ازيك يا حماتي؟ جايب لك معايا بطاطا معسله ودوره مشويه على الجريل. واخرتها معاك يا حنتيره. عينك ان شاء الله. مش باين. ابعد. بقالك 3 اشهر دلوقتي داخل خارج، عمال تتفسح وتسهر وتهزر وكل حاجه، وانا ساكته واقول وماله؟ خليهم يفرحوا ويتهنوا. يا بنت اصبري، بكره الجدع يرمي بياضه ويوريكي ان هو قد المسؤوليه. لكن انت ولا هنا، لا جبت شقه ولا اشتريت عفش. مش وقته الكلام ده يا ماما. لا وقته ونص. يلا اتفضلي خشي اوضتك واوعي تنطق كلمه واحده. يعني عايزاني اعمل ايه يا حماتي؟ نضرب الارض تطلع دولارات ولا نصطاد سمكه نلاقيها في بطنها اوضه سفر؟ لا يا حبيبي، تعملي الاصول. انا بقى مش هقعد كده اتفرج على بنتي وهي عمرها بيضيع. انا عايزه اطمن على مستقبلها. وانا
ما ضحكتش عليكم وقلت لكم ان انا هبقى مليونير على اخر الشهر. انتوا عارفين ظروفي ونعمه مقدره وادينا بنسعى اهو. واني مش هضحك عليك، بيني وبينك الخطوبه دي كانت غلطه ولازم تتصلح، والكره دلوقتي يا ابني في ملعبك. اثبت لي بقى انك جد ووريني عقد شقه، ايجار قديم ايجار جديد، ساعتها بقى هفتح لك بابي واشيلك فوق راسي. ما تأكلهاش منهم. شهير بحنتيرة اعمل ايه؟ احنا بنحب الحكومة يا ناس. هتقولي احنا بنحب الحكومة يا ناس. ولا قوم بس قوم يلا يا باشا. فين قوم فين يا باشا؟ تعال 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 خد الفلوس دي وقوموا له واحد محامي. احنا مش جايين هنا عشان خاطر فلوسك، احنا جينا عشان نشوف لنا حل في الورطه اللي احنا فيها دي. شوف حد من معارفك تدبرنا. ادبركم؟ واني لو كنت اعرف ادبر ولا افكر لنفسي كنت عشت السنين دي كلها هنا. انا يا عم خلص امي، انت هتيجي ولا لا؟ انت هتقعد تقول لنا في الكلام المجعلص بتاعك ده ونسيب الولا مرمي في السجن؟ بص بقى، انا ما باكلش من كلام الاوانطه ده. اللي يسيب الدنيا ويجي يعيش مكان زي ده لا مؤاخذه يعني يبقى جبان. وإيه المنتظر من واحد زي حنتيرة غير إنه يحب واحدة متخلفة زي؟ بص بقى، هتطلع معانا من السكات ولا نفرج عليك الميتين اللي قرفوا منك؟ هطلع هطلع للعالم اللي بره ده؟ إزاي؟ ده أنا ما قدرتش أفهمه زمان، هفهمه إزاي دلوقتي؟ يا عم هتلاقيه زي ما هو بحلاوته بعفانته، لو قعدك هنا غيره ولا خروج من هنا هيغيره. طب يبقى عايزانا اخرج له تاني ليه؟ يا عم اعتبره تربة بس براح شوية. يلا يا اخويا يلا والنبي يلا يا دكتور ورانا مساجين يلا يلا. لا 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 مش قادر افهمه. انت بتعمل معانا ليه كده؟ عايز افهم. احنا جبت تساعدنا، خش اوضه بيتك بلاش، انت لوحدك تربة. يلا يا جماعه استنوا استنوا. وكتاب الله انا ما عملت حاجه، انا يا دوب نطيت من على سور الفيلا ودخلت وكنت مرعوب وملبش وركبي سايبه وحالتي بالبلا الازرق. بصيت لقيت الراجل اللي اسمه تحسين ده ممدد جثه هامده على الارض وجايب دم من كل منطقه في جسمه، والشنطه كانت جنبه صحيح بس والله العظيم ما كان فيها ولا مليم. ورحت جاري. انا برضو ما صدقتش ان انت تعمل حاجه زي دي. انت كبيرك تسرق قلب تسرق رمش، انما تسرق فلوس مستحيل. مش كنتوا سبتوه في التربة احسن؟ امال مين اللي عملها؟ هو مفيش غير الولا المايع بتاع تحسين بيه، الواد اللي بترقص ده، الواد السيكوسيكو ده. سيكوسيكو يعني؟ مفيش دعوه انت في المواضيع دي. الراجل بتاع الامن الغلبان ده مش ممكن يعملها، ده يخاف. هو الولد اللي عملها، احنا شفناه كلنا بيتخانق مع تحسين باشا وهدده قدامنا. وده هنجيب بقى سكته منين؟ من المتعهد اللي اتفق معاكوا على حفلات تحسين. طب وبعد كده هنعمل ايه؟ ما تقلقش، ركز انت في سجنك وسيب الباقي علينا. امسك. كله على الله. ايه ده فؤاد؟ بانجو. يا نهار اسود ومنيل يا فؤاد، بانجو وانا ناقص؟ ما كفايه البلوه اللي انا فيها، هتجيب لي بلوه تانيه مخدرات وبقى. يلا يا جماعه زياره تاني. نعمه خدي بالك من ابويا وامها نعمه، وبيحكي لهم ان انا ما عملتش حاجه وبيدعي لي يا بت. انا بحبك قوي، كتاب الله بحبك. بس يا ولا عشان اني هعيط وهقلبها مناحه، واني لما بعيط ما بقدرش اتحكم في مناخيري وهتقفل مني. خلاص يا نعمة أنا غلطان، أنا غلطان، ده الواحد يحبك في صمت. هطلب منك طلب يا نعمة، ما تزورنيش تاني. يلا يا عم يلا يا عم، ده الزنزان أرحم. خلاص بقى نعمة والله.
ونعمة أنا قلت أنت بنت أصول برضو مش هتسيبيني. طب ليه تتعب؟ ابعد عن بنتي يا حتيرة، بنتي خلاص هتبقى على ذمة واحد تاني. يرضيك يرضيك كده حكومة يا علي. أنا فعلا بحب بنت اسمها نعمة، بنت غلبانة زي ما صدقت أخطبها أصلا. كنت أمها تيجي أنا تعب هنا وكتاب اللي تعب هنا اللي كاتب اسمها هنا يوم ما رحنا نخطبها من أمها وهي وفيت. حنتير لسه مصر على اقوالك؟ مش هتسيبك بقى من حكايه الولد الشاذ ده اللي اتخانق مع تحسين؟ مالك في ايه؟ مفيش يا باشا، تعبان شويه يا باشا، اصل انا مش متعود يعني احقق على غير الريق كده يا باشا. الاقيش عند سيادتك كيس بلاستيك يكون اسود ارجع فيه يا باشا؟ انت هترجع المكتب؟ الله يعرفك، روح رجع الشباك. حاضر يا باشا. اعدام ان شاء الله. ان شاء الله يروحوا تيجوا بالسلامه. كلمتين عشان في بيننا وبينك مصلحه. ما تطلب له حجر بالمره ولا قوم يالا، عايزك في كلمتين بره قوم. نزل ايدك ادي التوقيت في ايه. ماشي ماشي، انت اللي جبته لنفسك يالا، انت اللي جبته لنفسك. رجاله رجاله، الولد العرع ده هو اللي حدف الطوبه في الماتش اللي فات، والزمالك مش صلاته بوظ لنا الماتش اللي جاي. اتحاد السكندري هيضيع يا جدعان، الولد ده خاين وقبض ثمن خيانته. أنا شايفه بعناية اللي هياكلهم الدود دول وهو بيقبض عشان يبيع. انتوا مش شايفين السلسله الدهب اللي في رقبته؟ يا عيال واحد واربعين يا رجاله، صدقوني انت هتستفيد تاني يا رجاله. خش انا خش انا هقول ايه. اللي سرق تحسين، تحسين بيه يا باشمهندس هو ده، ودلوقتي حالا هيعترف على كل حاجه. انت يالا، هذا وقد اعترف المدعو محمود سيد صالح وشهرته حوده مرونه باشتراكه مع حسين بيومي غانم فني لحام وابن عم الثاني هشام زكي غانم عاطل بسرقه المجني عليه تحسين عبد الأحد محمود القوادري رجل الأعمال وقتله بعد خلاف نشأ بينهم. وقد تمت مطابقة البصمات الموجودة في موقع الجريمة ببصمات المتهمين. يا سلام، إنك لا تضع قدمك في النهر مرتين.
تخش في بالك يا باشا، تخش في بالك. كما تم ضبط مبلغ 80,000 جنيه، تبقت من المبلغ 100,000 جنيه الذي تم كلب بن عمارة والسبع مش لاقي سجارة. وقد قررنا بخصوص المشتبه به حسن عطا عبد الرحيم الشهير بحنتيرة بعد تسليمه لنفسي إخلاء سبيلي من سرايا النيابة بضمان بطاقتي الشخصية. أنت خال العروس والوكيل عنها؟ إن شاء الله. مد إيدك في إيده قول ورايا: زوجتك موكلتي البكر الرشيد نعمة محمد عبد السلام حسن. زوجتك موكلتي البكر الرشيد نعمة محمد عبد السلام حسن. ثانية واحدة مولانا، هو مش حرام برضو حد ياخد حاجة مش بتاعته؟